يقول السائل: كثر في هذا الزمان كثر دعاة الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس، بحيث أنهم يظهرون على بعض القنوات الفضائية ويفتون الناس ويحللون الأغاني والتمثيليات واختلاط الطلاب مع الطالبات في المدارس، وفيهم وعندهم مخالفات في العقيدة، وكذلك يجزون بعض المعاملات الربوية، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتنا أن تبتعد عن هذه القنوات، ما تنظر فيها ولا تجعلها في بيتك ولا تنصب هذا الدش الذي يجلبها للبيت، تبتعد عنها، تقطع الصلة بها في نفسك وفي أولادك وبيتك. وأما هم حسابهم على الله، الذين يعملون هذه الأعمال لهم رب سيحاسبهم، ليسوا مضيعين وليسوا مهملين، وعما قليل سيندمون إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت عليك أنك تبتعد عن هذه الوسائل وعن هذه القنوات، تبعدها عن نفسك وعن بيتك وتتركها. نعم.